ما هو رأيك دكتور رمضان، حدود الدعم الأوروبي لهذا المسعى الفرنسي، ألم تصبح مصالح الجميع في خطر، وربما توالت الصفعات من قبل الحليف الأمريكي، وربما سيكون المثل الجديد أكلت يوم أكلت فرنسا؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم. حياكم الله. بالفعل كنا نتحدث عن تراجع منسوب الثقة بين أوروبا وفرنسا بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن العبارة الأخيرة على رأس جون على لسان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن هناك انهيار، تعني كلمة انهيار في المصطلحات السياسية انهيار في الثقة، أنه لم يعد بالإمكان العودة لما كانت عليه الأمور. يجب أن نتذكر عندما قام الرئيس ترامب بسحب 10,000 جندي أمريكي من المارينز من ألمانيا دون إيعاز أو إبلاغ المستشارة الألمانية بهذا الإجراء، أغضب ألمانيا بشدة. وضيفكم تحدث أيضا زميل من باريس عن الانسحاب العشوائي للقوات الأمريكية من أفغانستان دون سابق إنذار، والزج بالبعثات الأجنبية والأوروبية دون أدنى حماية، هو في عدم احترام وغير وعدم اكتراث للحليف الأوروبي ومصير ومصالح أوروبا. قبل سنوات وفي عام 2014 طالبت فرنسا بأن يكون الموازنة الفرنسية المدفوعة لحلف الناتو أقل من باقي الدول. لماذا؟ لأن فرنسا لديها مهام عسكرية خارج حدود حلف الناتو، ومن ضمن استراتيجيتها ومن ضمن الأمن القومي الفرنسي، وخاصة في أفريقيا وفي المتوسط. ولكن القيادة الأمريكية رفضت وأصرت على أن تدفع فرنسا 2% من الناتج الكلي أسوة. الحديث عن جيش أوروبي جديد، هذا طموح أوروبي قديم كان يوقفه الفيتو البريطاني، ولكن عندما خرجت بريطانيا جراء بريكزيت أصبح الطريق شبه معبدة، ولكن عودة نعم.